بس انه قاهرني. اغبياء. اوكي شباب، من اوت ديستروير، واليوم رجع لكم في مود الشرطه مره ثانيه. زي ما تشوفون جايبين لكم التاهو، جايبين معاه برضو يعني ملابس يعني خنفشاريه كذا، طبعا نفس الشخصيه بس ملابس رهيبه لانه في بلاغ رهيب بناخذ اليوم. مدري هو رهيب ولا لا، ما قد اخذته، فبناخذ معكم اول مره. وانه طالبين مننا انه نفزع لموكب، طالبين مننا انه ناخذ الجيمز حقنا نفزع للعيال. فزي ما تشوفون اللبس حقنا مظبوط في المنظور الاول حتى، عشان اذا نبغى نستخدمه اليوم. معليش اسف. المهم فيا نروح للموكب، نشوفكم هناك. اوكي طبعا زي ما تشوفون الين نوصل للمنطقه اللي يبغونا نوصل لها اللي هي المطار طبعا. اوي الزبده. ركبنا مود الجرافيكس، او مو مود الجرافيكس، مود التعديل على اللعبه اللي هو اسمه ريدكس، جي تي اي 5 ريدكس. اوي فله تسقط علي انت والله، قلت حي. المهم المود هذا يغير لك كل شيء، اصوات على جرافيكس زي ما تشوفون، على الشوارع نفسها تتغير. بالمناسبه اللي يسال ليش اقطع اشارات، لانه فك الكود يعني فك البراقات اللي فوق السياره ذي، ف يعني ادق الاير هورن هذا وانا مر الشارع بس وخلاص، يعني عادي بدي اقطع اشارات الين نوصل للمطار. ف يا اوكي عطاري، دام انه قربنا نوصل للمطار، ولا اني ما اتوقع ان الطريق هذا صح، ما ظنيت انه من فوق يبوني. المهم ما علينا. المود اللي كنت مركبه قبل هذا هو اسمه فيجوال في مع الاي ام بي سيريس او سيريس. هذا لا، هذا اسمه جي تي اي 5 ريدكس. لازم تشيل اي مود جرافيكس قبله مركبه قبله، ف حجمه 3 جيجا المود، لانه مو بس جرافيكس، مود جرافيكس على مود اصوات، قول له المسافرين على مود يغير الذكاء الاصطناعي بالمناسبه. وزي ما قلت لكم الطريق مو من هنا، ف يا ما بسوي نفسي لحجي. طيب بنروح هناك. ها ايوه يلا يلا ذا البوابات العله. المهم ايوه اهم ولا كأنك شفتني. ايوه عندنا موكب هنا مفروض نوصله. اكيد هذول قولوا باليول قولوا باليول. السلام عليكم، كيف الحال؟ كريستوفر ماج. كريستوفر ماج هذا راعي لغز في جي تي اي. المهم ما علينا، نغير السيارات. جيب جيمس او تاهو. اوكي يلا تاهو ثاني غيره. في احد دق سيفتي شيء؟ او انا ايوه نطلب هليكوبتر يلا ليش لا. اسكت يا اخوي. المهم نطلب كريستوفر ماج. هذا واضح المود هذا فيه الغاز كذا واستر ايج حبوب. هذا كريستوفر ماج، هذا رئيس الماسونيه في جي تي اي. الماسونيه هي اسمها الابسلون. ف خلاص اسكت شويش شوي 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 شوي. يلا تعالوا امشوا معي وراي يا الربع وراي. يلا الطريق. ايوه يا النظامي يمشي لي على الخطوط الاصفر وكذا وحركات نظامي الادمي. هذول وش قاعدين يسوون؟ الملاحيس. وي 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 وي. يلا خلى الملاحيس هذول يجون، ما نبى نمشي لحالنا. فك الباب. وي مظبوط. معليش الباب بينكسر هنا. ها ايوه تو بشاف ماسك الميكروفون كذا يسوي نفسه زاحف كأنه بيفك لنا الباب. المهم خلينا نشوف الطريق بحيث انه ناخذ افضل طريق يكون طرق سريعه بس. واضح انه الجي بي اس معطينا افضل طريق، ف يا بنمشي على الجي بي اس، ما نبي ناخذ تحويلات ولا شيء. فالجي بي اس يقول لنا روح من هنا. ايوه وشو ذا منتظرنا كذا؟
هلا هلا، يلا مشينا مشينا. كفو كفو يا الدعم يا الزاحف انت. المهم اتوقع انه دعم، اتوقع أأمل انه دعم. يلا يا عيال، ما نبي لكاعة. قالوا الى ساعة ملكعون هذول. يلا 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 مشينا، نبي نمسك الخط السريع دعس. ها ما نبي حركات والله بمشي بشويش وكذا، لا لا، نبي فوك سبيد. راعي التاكسي وقف محلك. ايه ايه يلا. الله موكب الكيع ذول. كفو كفو، جو 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 الموكب. وقفوا يا الربع، ما نبي احد يسقط علينا ولا شيء. جنب جنب على جنب، يمين 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 يا راعي الكابرس او سياره قديمه ان كانت، ما اتوقع انها كابرس نهائيا. المهم اوكي كذا، مع النص مع النص، لا حد يتحرك لا حد يتحرك، وقف يا اهبل وقف. ايه بس يلا يلا يلا. اوه بدينا نخش مناطق جوا المدينه. الله يستر، ما نبي ما نبي شغل خنبقه. اوكي شغلنا الان مظبوط، وسفاتي وكل شيء شغال. انا غير سفاتي، نجرب جو ثاني. يسلم يسلم، والله الإشارة زحمة. ما لنا ننتظر في الإشارة عشان العيال ما ينهبلون ولا شيء. استمعوا صراحة، حتى لو انتظرنا في الإشارة، خلني بشيل اللوحة. يلا يلا، وراي 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 يا الربع. اسلم وراه قابع ذا راعي الليموزين الأهبل. وي يلا 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 يلا، قفلت لك الطريق. يلا تعال. ايوه كفو كفو، والله يفهمون هذول، شغلهم محترم. ايوه كفو، وهذا مش ورانا. تمام، والله شغلهم عدل يا والله، شغل مظبوط. ايوه نفك هذه. اي يا راعي السياره الزرقاء وقف. بس 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 اسلم. والله خش فيه ولا عليه ولا عليه، راعي الليموزين غشيم. شيل شيل اسلم اخوي، حرك حرك. ايوه مين اللي ورانا ذا قاعد يفقع كذا بسرعه؟ الله يستر، ما نبي مداهمات. انتم امنوا الجهه اللي ورا. ها انا ما عليكم، ماسك قدام. والله تو الصوت كان حق السفاتي في سنك، داخلين مع بعض جو. يلا 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 يلا. ايه عاد يقطع الشارع. مظبوط شغلنا، والله كويس، ما حد طب علينا، ما حد هجم علينا الان. شكلهم ماشيين مع البلاغ ذا حبايب كذا مخروشين. يقول وقف ولبق السيارة هنا. اوكي طيب، لبق السيارة يا طويل العمر او التاهو. وين 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 خوينا؟ اوه ليف ذا فيكل اند ستي كلوز. نلبق السيارة هنا ونروح نوقف جنب خوينا. اوي سلام، تعال تعال يا الحبيب. ما ادري انت ليش وقفت هنا، المفروض كنت توقف هناك، بس يلا نمشي نمشي معاك نمشي معاك. يلا يلا ما عندك اي مشكله، يلا روح 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 حبيبي روح. ولا سيارتي تحكحكت، بس يلا. ايه ما تحكحكت، هذه اللمعات بس، هي تحكحكت مع النص بسبب الرجال ما رضى يفك لنا اللوحه او هذه. ايه ستوب ساين ما ادري ايش هو. المهم تروح انت تمام 100 100، خلاص الله يستر عليك. يلا يلا توكلوا يلا توكلوا يلا. دقيقه لا تدعسني يا ورع، خلني اركب سيارتي. ايوه بس بس يلا يلا توكل يلا توكل يلا. اح ليش قال لك بفك لهم طريق؟ والله خشيت بالجدار يا رجل، ولا عليك. المهم بلاغ ناجح او اسكورت ناجح، وصلناهم بامان وكل شيء، وكل واحد توكل على الله راح بيته. الحين طالبين مننا نوصل مره ثانيه، فروح نشوف من وين بناخذ. يلا والله طالبين مننا نوصل اسعاف حلو من السجن. ما ادري من وين بنوصل، يعني وين بنوصله، لكن بدايتنا من السجن، فبنروح للسجن ونجيكم هناك. وي وي استعلى وجهك، شوف جيمس او تاهو وخر عني. اي بس ربنا نوصل للسجن. سجن هوي وي 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 وي، معليش مستعجلين، ما ادري المفروض ما نسوي كذا كود 2، يعني كذا كود 3 بس، لكن يعني
بما انه الطلب مستعجل وطالبين مننا اسعاف فحياة او موت الهرجة، فنروح نشوف ايش وضعه. يا ليل، هذه حككت لي السيارة يا رجل. ان قلت بس طيب هذا اسعاف، يعني مو مرة مهم، بس شباب شباب وخ وخ، ما بيصدمك. اي كويس. توصيل عادي، توصيل بالش اسمه اسعاف، ما 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 تستاهل الهليكوبتر. فيلا ننتظر السجين يخش معانا. اي سجين سلم، وش عنده؟ عنده مغص ولا كيف؟ انجر ديورينج برول. اوه تضاربوا معاه العيال، صار في مضاربة جوا السجن. ف يلا نمشي. شغلت سيارة توكل على الله يا ورق. اوه خويك باقي ما ركب. يلا يلا خويك اللكيع ذا. احو نمشي. يلا يلا مشينا مشينا دون سفاتي، بس خلنا نفك كود 3 وخلاص. ودي امشي وراهم تبون صراحة، لكن هم يمشون وراي على اساس انهم ياخذون جزء من سواقتي، ف لازم اسوق باحترام شويه. اذا في احد سلب والله كحيت البريك بوجهه. سمعت صوت احد بيسقط علينا فانخرجت. اوكي يلا يلا يا راعي الاسعاف. اي فوق طريق فوق طريق. والله المستشفى بعيده 3 ميل. الله يستر ما نبى احد يطب علينا في المسافه ذي كلها. اي خلنا نفك يا احول. بس بفك لك الشارع. دخلنا المدينة، خلنا نفك كود 3 الحين عشان خلق الله ينتبهون. اوي تعال 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 تعال، لا تجيب العيد. تعال تعال يلا يلا. اوكي بحاول انه اسلم. وش بذا سقط بوجهنا كذا؟ رشت منه. اوكي اسلم. ايش صار تو؟ ايوه بتخششها ولا؟ ايوه لا حد يحرك لا حد يحرك. يلا 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 تعال تعال خششها زي بعدين سيب راعي الفورد هذا. الله يقلع راعي الفورد. ايوه بس خلاص وصلنا وصلنا وصلنا. تعال نطفي السفاتي، لا نزعج المرضى. اوكي بارك يور كار اند ستاند باي ذا بوينت. يلا نوقف هنا. سلم كفو كفو يا اللي طلع فوق الرصيف. انت ايش عندك؟ ليف ذا فيكل. هلا والله. خش خش جوه. ايوه انا ابي تضيع وقت. كفو كفو سلم. والله بغى يشيلوني. والله ما عندك اي. الله شيل. المهم هذا ثاني موكب نمشي معاه. ما صار لنا شيء فواضح حظنا اليوم كويس. شوف الموكب الثالث والاخير. اوكي المرة هذه طالبين مننا نوصل واحد مفروض لها علاقة بالنوز او اللي هم اي كي اي السوات. فالله يستر يعني اكيد عليها علاقة بالصوات بالسوات يعني يعني يا اخوي انت حكيت لي السيارة. دقيقة خلني اصلحها. احو والله قليل حياة ذا. المشكلة الحين طيب نطلع بيحكل السيارة مرة ثانية. يلا 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 ما عليه ما عليه. هنا رجال وفي هليكوبتر ما ادري شكلها هي حقت الادمي راعي السوات كارين دانييلز. يا اخي اسماء مالوفة كلها عرفت. ونبلبق السيارة مزبوط. اوكي خلهم كلهم جموس سودا. هليكوبتر يلا جيب هليكوبتر ليش لا. هذا انا اسلم. جاه محاولة اغتيال في الماضي. فالله يستر. اوكي هليكوبتر جت. اسلم كارن. اوه كارن هذه بنت. طيب يلا يلا مشينا 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 يا الربع مشينا. شغل كود 3. نسوي نفسنا نظاميين. يلا ونمشي على خطوط الصفر مع انه مرة هذه شكلهم بغوا يشقحون، بس يلا نمشي على خطوط الصفر. كيفهم؟ طريقتهم. يلا 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 يا الربع يلا يلا مشينا. بفك لكم الباب لين توصلون. ايوه مظبوط. بروح افك الباب الثاني افك بين قوسين. ايوه ما يشوف الغبي هذاك صقع.
اوكي يلا 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 مشينا مشينا مشينا. تعال 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 وراي وراي. اي انا قاعد اسد الشارع وانت توقف لي. انتظرك. يلا يلا مشينا. والله وانه موكب صدقيين ناس صدق. اوف كان ودعوا. اوكي عجبني الادم اللي تو ماشي مع الداخلي كذا ومع الخدمه على طول بوم شقح ولا علي فهد. اوكي عجبني باقي الادم هذاك الى الان اسلم صوته. فامان الله كذا ولا عندك احد ولا شيء؟ تمام مزبوط شغلك. اوكي ماشيين معي يا ربي انتم كويسين؟ يلا يلا امشي معي امشي معي. الطريق السريع يبيلها دعس. ها ما انا باستقعاد وكذا مالكعه. خلني بمسك اليد واعطيها نص دعسه. ماشيين كويس؟ ها يلا لف الماوس سريع انت. والله اللي مزين مزبوط ترى. بس يعني ليت لو كان لونه اسود. بس يلا يلا تغيير جو. اوكي وقف 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 يا الحبيب. سلم وراهم تملكوا. ولا لا 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 سلم ولد سلم يا الهيد شوت. ولا يا ابليسه. يلا 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 اسحب اسحب عليهم اسحب عليهم. يلا 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 ما عندنا وقت ما عندنا وقت. اركب اركب سياراتك سريع. وراي 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 الحقني الحقني سريع. لا تعكس الشارع عاد. يلا عكس الشارع نظبطهم. يلا يلا وراي 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 يا الربع وراي. كفو كفو كفو. يلا روح يسار. كيف 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 الطريق شكله بيدخلونه بنص المدينه و... اعوذ بالله يا رجل ايش ايش ذا الطريق الاهبل. احنا بناخذ طريق اطول بس ابي اطلع الطريق السريع. ما ينفع اني امشي جوا المدينه. بس يلا يلا ما عليك ما عليك نمشي جوا المدينه مو مشكله. انه مشكله جوا المدينه بيصير فينا زي اللي تو صار كذا طبون علينا ولا عندك اي مشكله. والله يستر. ايوه ما عليك من الجلتشات قاعد تصير. هذا اتوقع من البلاغه هذا لانه بلاغ نوعا ما يرسبن لك ناس كثير حولك فيعني اللعبه تنلحس. المهم اوكي نشكح مع اليمين يا عيال. ايوه شكش شكح معي شكح معي. بشيل اللوحه عشان لا يسقعونهم. يلا 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 يجينا قطار يقشنا الحين. ماشيين ماشيين يلا سلم. معليش معليش اسف خرجت. لا ينزل لي من السياره الحين يزعل علي ذا. هذا واحد من حقين العصابه ذا. ايوه اصبر شغلكم. ايوه مين مين اللي شقح معانا ذا راعي الونيت يا ولد؟ لا يكون يبي شيء ذا. لا 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 ما ظنيت. سلام. ايوه ولد سلام. والله بغيت اذبح السواق. ايوه كفو 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 كفو. يلا 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 اركب 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 سيارتك اركب سيارتك ابعد عن سيارتك يا ورع. تعال تعال يلا 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 يا الربع كل واحد يركب سيارته. تمام يلا يلا ركبوا سياراته. مشينا 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 يا ولد مشينا. الكوبتر هذا يسوون شيء يسوي شيء ولا بس شكل كذا؟ شكله شكل الهليكوبتر. ما اتوقع انه في رشاشات ولا شيء. اوكي بنشكح يسار. يلا يلا الحقني الحقني سريع. لا لا بطء اسلم. اي كويس هي خذ لك. ايش يحسون فيه تو عكس الشارع؟ تو عكس الشارع ولا عليه؟ سلام او سلام. ايوه مين طلق علينا؟ في احد طلق علينا؟ او سلام خليني بلبق السياره. ايوه اول بليون. اي لا تدعس لا تدعسني او سلام. اخوي وخر عني اكنه رفع يده. فقع فقع مات مات مات. سلم وين وين؟ ولا وراي اطلق علي وراي ذا. ايوه وين 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 المدير كبير؟ يلا يلا تعال تعالوا سريع سريع سريع. يلا مشينا مشينا مشينا. مدير كبير يقول نمشي. انا بروح اجيب المدير الكبير هذاك. يلا يلا مدير كبير يلا يلا مشينا مشينا.
والله اليوم ايوه سيارة العصابة. ايوه ايوه يا ولد تعوذ من ابليس يا ولد. يلا يلا مشينا مشينا اسلم. يطاردون اخويانا اخويانا وش اخويانا وش لهم يطاردونهم؟ جون انتم الاس. هذا 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 بيتحرش. نزلنا نذبحه. هذا هذا بيموت. ذبحوه. ايوه ما يدرون عني هذول. الله العظيم ما ادري ايش القتش اللي قاعد يصير هذا بس انه قاهرني. يول اغبياء. والله يا عيال هذا هذا اللي كنت خايف منه. نمشى بحاره كل شوي يرسلوننا واحد. يلا 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 يلا. اوه كويس. هذا سلم نفسه. يبي له دوريه ذا. امشي 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 افقع افقع لا نشوف وجهك. يلا برا. يلا 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 كل كل واحد يركب. يلا ما امزح. مشينا. هج. سب. اوه يا ليل يا ليل. ايوه. طلق عليه شيله هيد شوت يا حبيبي. قال لك. يلا 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 مشينا مشينا. سلام. ما نبي احد يطب عليه في نص الطريق السريع كذا. اتوقع بقيه الطريق طريق سريع فوضعنا المفروض يكون كويس. فبمشي في طريق سريع كويس. الله يبينا نوصل للادمي هذا. ما ادري وين بنقطه بس اتوقع عندي فكره انه لانه في مقر كذا حق FBI ولا شيء موجود في نص البر كذا. فاتوقع يبان نقطه هناك. لكن كويس انه ماشيين على الطريق السريع. نطفي السفاتي لانه خلاص ما له فايده على الطريق السريع بس بيشوفون لمباتك وخلاص يوقفون. كويس كويس الى ماشيين. يمكن يسمع صوت تطليق. ايوه راهم وقفوا تو كذا. يا اخوي بطيئين هذول تو كان ملحمين فيني ماشيين لكن الحين خلاص. اسلم 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 اسلم. يا واحد هنا الله يستر منا. يا ولد انت كويس انت؟ اي كويس كويس. تو في واحد راعي دباب مخروش منه فقع. الحين كيف كيف بنمشي النا. اوه كويس كويس. واخر واخر على جنب على جنب على جنب. اي كويس. يلا 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 مشينا مشينا. يا عيال اسحبوا عليه خلاص. سلام سلام. وش صار وش 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 ايش فيه ايش فيه ايش فيه؟ مين طلق علينا؟ ماتوا. تأكد بس. اي مات مات. يلا 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 كل واحد يركب سيارة. ما ادري انت كيف بابك راح بس يلا. سلام. يلا 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 يا اخوي لا تصدم فيني انت بعد. وين راعي ال راعي الليموزين؟ لف لف السيارة سريع. مشينا يا عيال ما بقي لنا شيء ما له داعي. خويتنا كارن تموت هنا. اوكي العادة هذا بينكسر. ايوه ولا عليك فيه. روح روح. سلام. ايوه ولد سالم نفسك سالم نفسك. سلام. انت شو وضعك انت؟ اي ارمي السلاح على الارض ارمي السلاح على الارض. تعال تعال انت ما قد اعتقلنا احد فخلنا نعتقل ذا ونحطه معنا على السريع. انت بوصلك بعدين. اخوي اركب 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 معليش سدحتك. يلا 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 يلا. او قفلت الباب مره ثانيه. يبي لي انت خليك موجود ها. يبي لي اوخر السياره ذي حيث سلم. والله طيح الجبل يا ابوي. اوكي انت هدي هدي لا تشقح معي. انا بس كذا سويت كذا عشان يلا 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 يا الربع يلا يلا عشان تمشون بسلام وامان. ايوه ابليس هذي وراها بلا عرفت. كارين دانييلز اسمها. اوكي بدي نخش من هنا. اوكي فكونا الباب. اي هذول شغلهم محترم مو بزي اللي تو.
اوكي بينا نرجع شوي ورا. اوكي شكرا انك كسرت البتاع المره هذه، انا اللي ما كسرته. اوكي فك الباب. اوه الباب مفتوح. يلا يلا يا سلام، يمديك تمشي؟ اي يمديك. معليش ولا كني شايف. اوكي قربنا نوصل خيرا. يوك وصلنا. انتظر هنا طفي السفاتي مزعجة. وين بتوقف ذي؟ المهم انا بنزل. وسلام والله شال البتاع ولا عليه. هذا طلع فوق الرصيف. يلا 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 بينزلونها هنا. بمشي معاها اخذ سلاح كويس. يلا حرمة يلا. حنا وين حنا وين حنا؟ والله منطقة واضح انه واضح انه في مشكلة هنا. والله government facility منشأة حكومية و... والله شغل محترم. يلا 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 اي كويس. وصلنا كل وصلنا المدام يا عاد. وصلنا المدام ايوه. خلاص هذا راح توكل على الله. ما ادري ليش هذا رقى فوق السلالم تو ولا عليك من احد. المهم هذا البث الرئي حنا كويس عند سجن. اني بقط هذا في السجن من الحلقه. معليش اللي قاعد اشقح فوق الاشياء هذه. وبعكس الخط عادي ما عندك اي مشكله. وين السجن؟ المفروض انه هنا. ايوه خلاص هو شو اسمه هو. الله يستر علي روح. بس يلا الله يستر عليك يا ورق. السجن هو راعي السجن هذا بياخذك. وحنا كنا انهينا المقطع خلصنا الدوام. خلا هذول يتوكلوا على الله. المهم اتمنى المقطع هذا عجبكم. زي ما تعرفون مود يعني الموكب ما هو بمود يعني خلينا نقول مره رهيب من ناحيه الذكاء الاصطناعي، لكنه حاولت اجيب لكم افضل شيء. ما بقول انه في كان بعض البلاغات غبيه فحذفتها من المقطع، او بعض يعني يقلتش يموت سواق عرفت اشياء زي كذا فحذفتها من المقطع لانه خلاص ما لها داعي انه اوريكم. اوه وصلنا قربنا نوصل فجاه مات السواق. مش اسوي لك يعني. المهم اوفرول المود كويس. مود الموكب كويس. ان شاء الله الحلقه الجايه بناخذ اشياء ثانيه. وكويس انه ما متنا احنا، فمع انه نوعا ما كانوا مخوشين. وي بالمناسبه احنا واضح انه من البلاغ هذا اللي جانا تو انه احنا في مقر سوات، فوصلنا المدام لمقرها. ف يا اكتبوا لي رايكم في التعليقات، هل تبون تشوفون مره ثانيه مود الموكب بعدين حلقات ثانيه، ولا خلاص نكنسل نسحب عليه نمسحه من مجموعه المودات حقتنا. ف يا شكرا على المشاهده. السلام عليكم.